الله يرحمك عامل ازاي؟ طب ايه الحفلة ايه؟ امسك ولا ايه؟ ما انت دافع بقى. يا ولاد يا ولاد، التنات والهرات اللي احنا فيها دي مش هتنفع هنا. احنا كل ده وما طلعناش بمعلومة مفيدة كده، الحملة في خطر، الحملة كده هتبوظ مننا. ده احنا حتى معلومة تسليم البتاع امتى ما عرفناهوش. احنا كده لو طولنا اكتر من كده المافيا هتاخد خبر، وكده هيبقى خطر علينا. مفيد ايه وخطر ايه اللي بتتكلم فيها بني ادم؟ الخطر اهو، الخطر اهو محاصرنا في كل حتة في الأوضة. والله العظيم مديح ده اخطر علينا من المافيا. ابوس ايدك يا صبحي بيسيب نقتله. اسمعوني بس يا ولاد، اللي هقوله ده عاوز حتة مزيكا. قول وهركب لك مزيكا. احنا لو عرفنا نركب جهاز تصنط في مريان نفسها، في مريان نفسها، استغفر الله العظيم، هنقدر نعرف معاد التسليم امتى بالظبط. انتهبل يا ابني. يا ابني مش قصدي، قصدي انتهبل يا صبحي بيه. كده كويس. ده احنا لو قربنا من مريان الجردات اللي معاها هي ايه؟ هيسكوباتا. هيسكوباتا جامد. كويس قوي، يبقى ما نروح لهاش، نستدرجها. اسكت اسكت اسكت. اسكت دي ايه؟ لا اسكت يعني اسكت خالص، مفيش حاجه. اطلع لي عندي، انا عرفت، عندي معلومه ان النهارده في الاوتيل بالليل هيكون في حفله، والبت مريان دي هتكون موجوده فيه. بس اسكت انت خالص بقى دلوقتي، بعتذر. بالنسبه للبت مريان دي انت تعرف؟ طبعا اقدر اعلقها. لازم البت دي تخرج بالحفله وهي خاتم في صباعك، ولو فشلنا نقتل مديح بالليل. بيت اهلك وايه ده؟ انت لابس الراديو طلعت؟ ايه ده؟ الحفله دي ما فيهاش اوبن بوفيه ولا ايه؟ مستر صبحي بعد اذن حضرتك، هو في مينيمم شارج في الحفله هنا؟ عشان بس وعي التباهي ان انا عازمها على العشاء ومعيش غير 60 جنيه مصري. اطلب راحتك يا مديح، مصر هتحاسب. سوري انا هحاسب، انا هحاسب. طيب استاذنكم تسيبوني عشان عايز بعتذر في موضوع مهم. ماشي اوكي. جعانه يا توتي توتي؟ واقعه يا مودي مودي. مديح اطفي ده، وفر لنفسك يا اخي. طب اوعى قلبي كهربك. بعد اذن العبقري هنروح نتعشى، يلا. الله يلعن ابو اللي شرب بيك يا مديح. بتنادي؟ هي اربعه برجر بيض يا صاحبي. بقول لك ايه، كاتشب كتير ما يهمكش، انا اللي هدفع. انا سربت لك الواد ده عشان لو قعد معانا مريان كان لا يمكن تبص على الترابيزه دي اصلا. طب بس عشان الهدف وصل. طب مش هوصيك، تعلقها بسرعه بقى. استنى لما الهدف يستقر في مكانه ويطلب مشروب. لا يا شيخ، ما نستنى عليها لما تتجوز وتخلف احسن. يخلص. هو ده خنزير؟ خنزير؟ لا. ده أصنت؟ البرفان ده هيبوظها. يا ابن اللذينة. ايه ده؟ سوري، الأصنت ده فظيع. دي بتقوم. احنا بنهزر. يا ابن القود. لا
like to dance with me? طبعا. ممكن ترقص معايا؟ انا هتجنن واعرف الواد ده اتعلم الرقص فين. اتروض ده اتروض ما اتعلمش من خبرتي كده. ده شغل محاسن الحلو. محاسن الحلو ده انت اللي حلو. الفيل خدها منك يا قطة. فين جهاز التصمت اللي معاك؟ انت ازاي بتتكلمي عربي كويس قوي كده؟ انا بتكلم 12 لغه. 12 لغه؟ ده انت جامعه امريكيه بقى. انا مصريه روسيه، جدي مصري وتيتا روسيه. اه شاطها من شرم اكيد. بتضحكي؟ يبقى شاطها من شرم. المبرر الوحيد للوضع الغريب اللي انا شايفه ده انها سكرانه طينه ومش شايفه. او تكون غاويه دقن تقيل. قولي لي بقى انت ليه اخترتي ان انت ترقصي معايا انا بالذات يعني؟ انت متعوده يعني تعملي حاجات غريبه زي كده ولا ده نوع من انواع العطف والشفقه؟ نوع مديح. انا عامل بيك فان. بنتي بتحب البرنامج بتاعك جدا. البرنامج بتاعنا؟ انا حافظاه بمانجا. مانجا سانجا ومانجا هو ده. طب ازاي حضرتك بتشوفيه؟ ده بيجي الساعه 2 الصبح على قناه النيل الثقافيه. انا نفسي ما بشوفوش. وعلى اليوتيوب 1 فيو بس. ما هي دي بنتي ناتالي 1 فيو بتحبها جدا. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ نلغي الحمله ولا نقتل مديح زي ما اتفقنا ولا؟ الحقيقة مش عارف. احنا لغاية دلوقتي معرفناش ميعاد التسليم امتى. ده هيجنني. دي طفلة ذكية جدا يعني. بس خليها برضو تتفرج على الدبدوب عزت. الدبدوب عزت ده اقرب شخصية لقلبي وده انا تعبت جدا في تحضيره. عزت شخصية غريبة جدا. عزت حنين قوي وفي نفس الوقت عنيد. ولعلمك نشيط جدا على الرغم انه دبدب. انا عندي حل تاني. دي ولاعة وسماعة وكاميرا وجهاز تجسس. بس؟ دي في المحلات ب 40 جنيه. شركتنا عامل عليها عرض الاتنين. مش وقت تهريج يا صبحي. اعمل بيها ايه؟ دي هتوصل لمريان ومديح اللي هيديها لها. لا لا انا هنا بعمل اول فيلم بطوله ليا بس طالع بني ادم بقى عادي يعني. تصدقي يا مريان ان الكلام معاكي جوعني قوي. تاكلي برجر بالبيض؟ لا انا دايت. خلاص اكل انا. اكسكيوز مي لو سمحت. 4 برجر بيض تاني. نو تو ماتش. I want the burgers now. Okay. Sorry, Madia. I'm so sorry. I'm at nervous. معلش انا لازم اطلع انام عشان بكره عندي شغل بدري. لا ولا يهمك. لا ده تليفون انا. انا عارفه بس عشان ناتالي بنتي تكلمك. اوكي ماشي. قولي لها بقى عمو لؤي او عمو عزت بقى شوفي هي بتحب ايه يعني. تمام. مرسي. يسمعني حين يراقب.
تناقصني كلمات ليست يسمعني حين يراقصني كلمات ايه الفصلان ده؟ ايوه